هو عادة تقريبا هي نفس الشروط أو المعدلات للمشاركة في الترتيب تم العمل بها هذه السنة، لا سيما بالنسبة للطب، بحيث حددنا علامة المشاركة في للولوج إلى العلوم الطبية بدون العلامة 15، لكن هذه تبقى مجرد علامة للمشاركة يعني للمشاركة في الترتيب. ولا ننسى أن معدل الالتحاق بالفروع الطبية يخضع كذلك للمعدل الموزون، المعدل الحسابي الموزون هي علامة البكالوريا في 2 زائد علامة العلوم التجريبية، الكل تقسيم 3 يعطينا معدل، لكن يبقى هذا المعدل معدل المشاركة، معدل القبول النهائي هو المعدل الذي يأتي بعد معالجة بطاقة الرغبات آليا من طرف العدة التي وضعت لهذا الإطار، وبالتالي سيكون معدل أدنى غير المعدل القبول، ماشي معدل المشاركة. لازم على حامل شهادة البكالوريا أن يميز جيدا بين معدل المشاركة في الترتيب للولوج إلى فرع أو ميدان معين والمعدل النهائي. معدل الأدنى النهائي هو المعدل الناتج عن قضية العرض والطلب الذي تفرجه أماكن بدولية.